بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي المحاضرة الثانية عنوانها Multilateral Environmental Agreements أو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وهنعرف يعني إيه، وتحتها حاجة بالأصفر كده أو بالأورنج مكتوب United Nations Framework Convention on Climate Change، اللي هي الاتفاقية الدولية الإطارية للتغيرات المناخية أو التغير المناخي. هنعرف الكلام ده هو يعني ايه. الاول، ايه هي الاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الاطراف دي؟ مبدئيا من كلمة متعددة الاطراف يعني في اكتر من حد ماضي عليها وداخل فيها، وبتبقى دول مينلي، وساعات بيبقى فيه حاجات بيبقى داخل فيها شركات او شركات كبرى او كده، بس احنا خلينا في الحاجات المهمة بتاعتنا اللي هي ماضي عليها الدول، ومنها دولتنا يعني مصر ماضية على أكثر من اتفاقية دولية، والاتفاقيات الدولية دي بيبقى ليها obligations، والobligations دي علينا إن احنا نحققها، والدولة لوحديها ما تعرفش تحققها، لازم تحققها بالتضامن مع كل الناس اللي ساكنين في هذه الدولة. فالمهم الأول، إيه هي المالتيلاترال أجريمنتس؟ أولا دي عبارة عن الدول اتفقت على إن في مشكلة global significance، يعني السيجنيفيكانس بتاعها على مستوى العالم مش على مستوى دولة ولا على مستوى منطقة. مثلا لقينا ان الاهتمام بإدارة المخلفات وبالذات المخلفات الخطرة دي حاجة تهم كل الدول، مش دولة بعينها ولا منطقة بعينها ولا قارة بعينها، فأصبح ان دي حاجة ليها اهتمام دولي وتستحق ان هي يتعمل لها اتفاقية لوحدها، وده اللي حصل فعلا زي ما هنشوف. طبعا اكبر حاجه الناس كلها اتفقت عليها ان الجو بتاع الارض او المناخ بتاع الارض بيتغير، وبالتالي الكلايمت تشينج ده اصبح هو اون توب اوف ذا يعني او اهم اتفاقيه في الاتفاقيات اللي هي البيئيه الدوليه ده. فبنقول تاني ان هو بيأدرس جلوبال انفايرمنتال ايشوز. الحاجه الثانيه، العامل المشترك في كل الاتفاقيات الدوليه ان هم كلهم في النهاية بيصبوا الى تحقيق التنمية المستدامة Sustainable Development، ولازم نبقى كلنا عارفين الفرق بين Development او Sustainable Development وبين Economic Growth. يعني مثلا واحد قرر ياخد حتة ارض مثلا جوه مدينة، المدينة كلها ارتفاعاتها 3 ادوار، وبعدين هو قرر ان هو يبني 30 دور، واللي جنبه عمل زيه واللي جنبه عمل زيه. الناس دي اللي بنت ال 30 دور هم حققوا لنفسهم ايكونوميك جروث. ليه؟ لان خد فلوس وباع الشقق وكسب مليارات وبتاع وكلام من ده، فهو اكيد حقق ايكونوميك جروث. اللي دفعه في العمارات ده خد اضعافه من الناس اللي بتشتري مثلا الشقق والمحلات اللي تحته وبتاع. هاويفر، المدينه بقى اتاثرت ازاي؟ الشارع اللي قدامه ده كان مصمم ان يبقى على جوانبه أبنية ارتفاعاتها 3 ادوار، وبالتالي القدرة بتاعت الشارع ان هو يشيل ناس تكفي 3 ادوار مش تكفي 30 دور، فالشوارع هتتزحم. نمرة 2، لو مفيش جراج، وغالبا بيبقى الحاجات دي مفيهاش جراجات، يبقى معنى كده ان الناس هتركن فين اللي هي هتسكن في ال 30 دور. الحاجة التالتة، الشارع والحي ده مصمم ان هو يغذي مية بريت معين، والأهم من كده إن هو يستقبل الصرف الصحي اللي خارج من البيوت ده هي برضه بريت معين. لما بدل ما يبقى عندي 3 أدوار وما يناظرهم من سكان بقى عندي 30، يعني عندي 10 أضعاف، أكيد المية بتاعت المجاري اللي هتطلع هتبقى 10 أضعاف، والطلب على الووتر سبلاي هيبقى 3 أضعاف، هيبقى 10 أضعاف أنا آسف، وكذلك الطلب على الإنرجي والطلب على الغاز والطلب على الكهرباء إلى آخره. كل الكلام ده ما اتحققش، ففي النهاية الحي ده او المدينه دي هي اللي بتخسر، وبتخسر حاجات من الصعب اصلاحها. ونبص حوالينا كده في اكتر من حته في بلدنا ممكن نلاحظ ان الموضوع ده بيتكرر فيه. فيبقى اذا الموضوع ده هو اللي عمله ما عرفش يوصل لسستينبل ديفلوبمنت، ما اقدرش اسمي ده تنميه مستدامه، لان هي حققت ربح في فتره معينه والناس معينه، وفي ناس تانية ابتدت تدفع ثمن الربح اللي ايه اللي راح للناس الاولانيه ده. فذيس از نوت سستينبل ديفلوبمنت. مثال تاني، انا ممكن اعمل مصنع اسمنت، ويمكن قلت لكم مثال ده قبل كده، يتكلف مثلا 5 مليون جنيه، وبعدين
الراجل بتاع البيئة قال لصاحب المصنع أنت لازم تركب فلاتر وإلا تراب الأسمنت يعمل مشاكل، والفلاتر دي تكلفك مثلا 1,000,000 جنيه. فالراجل قال لا 1,000,000 جنيه كتير وعلى إيه وبتاع، خلينا إيه مشي حالك يا عم. طيب الراجل اللي شغل المصنع ده هيبتدي يبيع أسمنت ويكسب ويبقى كسبان وكسبان كويس جدا وكل حاجة، هل ده مشروع بتاع تنمية مستدامة ولا لأ؟ تعال نشوف كده. صاحب المصنع أو أصحاب المصنع هيبقوا كسبانين، لكن الأحياء اللي حواليهم والمدينة اللي حواليهم هيجرى لها إيه؟ تراب الأسمنت ده هيعمل بلوم في الهواء، والبلوم دي هيبتدي الهواء يحركها في اتجاهه، والكونسنتريشنز حسب اللي بيطلع من المدخنة، وبعد كده هتبتدي تعمل بريسيبيتيشن، والبريسيبيتيشن ده لما ينزل هيبتدي ينزل على ورق الشجر وينزل على الأرض وينزل على المية وينزل على حاجات كتير، إلى جانب إن الناس هتتنفسه والحيوانات وهكذا. الإنسان لما بيتنفس هواء فيه تراب أسمنت، تراب الأسمنت ده بيصنف على إنه حاجة اسمها PM 2.5، PM particulate matter يعني حبيبات معلقة 2.5 يعني الدايمتر بتاعها أقل من 2.5 مايكرون. طيب إيه مشكلتها الـ PM 2.5 دي؟ مشكلتها إن هي لو دخلت جوه الجسم ما بتطلعش. يعني إيه؟ أنت بص كده لنفسك تلاقي إن مناخيرك مثلا فيها شعر وبذورك فيه يعني زوائد أخرى في القصبة الهوائية، لو الواحد دخل جواه شوية تراب ولا بتاع مجرد إنه يكح بيطلع الكلام ده في البلغم بتاعه، وفي ميوكس بيطلع ويلزق فيه التراب اللي دخل ويطلع بره الجسم. لكن الـ PM 2.5 ده الحاجات اللي ربنا اداها لنا عشان تشيل الـ particulates، مش بتقدر تشيل، بيعدي منها ويوصل للرئة، ولو وصل للرئة بيستقر هناك. عشان أخرجه بقى دي قصة طويلة عريضة ومحتاجة يعني الإجراءات الصحية هتكلف كتير جدا، بحيث ألاحظ إن أنا مصنع الأسمنت ده اللي استخسر 1,000,000 جنيه هيدفع، هو مش هو اللي هيدفع، الدولة هي اللي هتدفع أو الناس اللي حواليهم اللي هيدفعوا، بدل 1,000,000 جنيه هيدفعوا مثلا 100,000,000 جنيه عشان يعالج الآثار السلبية اللي نتجت من تراب الأسمنت اللي طلع. وبالتالي المصنع الأسمنت اللي بيحط فلاتر وبيحافظ على البيئة وبيتأكد إن الويست اللي خارج منه مش بيضر اللي حواليه، ده ناس عملت sustainable development وهيستمر، تنمية وهتستمر. لكن الناس اللي لم تراعي هذه الأبعاد هي عملت نمو ولم تفعل تنمية. فإحنا نرجع تاني بقى اللي كنا بنقوله، المالتي لاترال أجريمنتس دي كلها بتهدف إلى في النهاية to achieve sustainable development. الحاجة الثالثة المشتركة إن هي من قريب أو من بعيد لازم تكون بتتكلم على natural resources management، إدارة الموارد الطبيعية. الموارد الطبيعية دي ممكن تبقى مثلا معادن وفلزات وبتاع، وممكن تبقى مياه، وممكن تبقى حاجات تانية كتير، كل الحاجات الناتشر ريسورسز اللي ربنا اداها لنا لو بنديرها صح وبنحافظ على البيئة اللي بتطلع منها الريسورسز دي ما بنلوثهاش، يبقى احنا كده بنعمل سستينبل ديفلوبمنت وبنحقق اغراض اللاترال اجريمنتس دي او المالتي لاترال اجريمنتس. واخر حاجة ان تقريبا كلهم بيتعاملوا بشكل او باخر مع مشكلة التلوث او الكنترول بتاع البوليوشن والويست مانجمنت اللي خارج من الديفرنت ديفلوبمنت اكتيفيتيز. ده طبعا العلامه بتاعه اليو ان اف تريبل سي بتاعه تغير المناخ، دي العلامه بتاعه الكونفنشن بتاع الباي دايفرستي اللي هي المحافظه على التنوع الحيوي وحمايه الاصناف المهدده بالانقراض وخلافه، وده اللوجو بتاع اتفاقيه مقاومه التصحر، وده اتفاقية ستوكهولم اللي هي خاصة بحاجة. طيب لما نيجي نصنف المياس دي أو الـ Multilateral Agreements Environmental Agreements نلاقي إن هي تقع في واحدة من 5 كاتيجوريز. في كاتيجوري بيتعامل مع الجو الأتموسفير أو الـ Atmospheric Concerns، ده زي طبعا الـ UNFCCC وزي مونتريال بروتوكول بتاع الأوزون، اللي هو الناس لاحظت ان الاوزون في الطبقات العليا من الجو ابتدى يتاكل ويبقى فيه حته ما فيهاش اوزون. طب وايه المشكله ان يبقى فيه حته ما فيهاش اوزون؟ المشكله ان الالترا فايلت راديشنز اللي جايه من الشمس هتعدي، كان الاوزون زمان بيمتصها دلوقتي هيعديها كلها، والالترا فايلت ريز دي ليها اثار صحيه مدمره جدا على حاجات كتير. وبالتالي بنلاحظ ان الناس البيض عموما اللي بيعيشوا في النص الشمالي اللي هو معرض اكتر للاوزون لاير دول، الناس دي بتبقى معرضة لسرطان جلد والأدر يعني درماتولوجيكال
يعني problems غير الناس اللي عايشة في أفريقيا وفي النيل خط الاستواء وبتاع. وفي حاجات كتيرة قوي تندرج تحت الكلام ده هو، زي ما هنشوف باريس أجريمنت والبتاع ده هو كيوتو بروتوكول وخلافه. النوع الثاني اللي هو الحاجات الاتفاقيات الخاصة بالبايو دايفرستي كونزرفيشن، بالمحافظة على التنوع الحيوي اللي موجود على سطح الأرض. وإحنا اتكلمنا قبل كده في محاضرة كاملة من تو بارتس على الجزء بتاع الإيكولوجي، فالبايو دايفرستي ده هو اللي بيحافظ على الإيكولوجيكال بالانس. يو إن يعني يونايتد نيشن، سي بي دي يعني كونفنشن فور بايو دايفرستي، زي هنا يو إن إف يعني فريم ورك كونفنشن فور إيه فور كلايمت تشينج. وفي الثالثة الكبيرة بتاعتهم بتاعت مكافحة التصحر أو اللاند ديجراديشن، يعني الأراضي بيحصل لها ديجراديشن وبتفقد الفانكشناليتي بتاعتها. الأرض اللي كانت بتزرع مش قادرة تزرع لأسباب كتيرة، إن بيحصل لها تملح مثلا نتيجة للأكتيفيتيز بتاعت مثلا السي ليفل رايز، البحر لما بيعلى بيملح الأرض اللي حواليه، أو إن ابتدى الناس تبني على الأراضي الزراعية زي ما إحنا شايفين في الدلتا وخلافه. وأسباب كتيرة أوي، للي هيبتدي يقرا جوه الكلام ده هيعرف ايه الحاجات اللي بتسبب ديزرتيفيكيشن. في مجموعة كبيرة تانية خاصة بالمارين بروتكشن، حماية البيئة البحرية. وفي مجموعة أخيرة وليست آخرة في الأهمية، ولكن هي مجموعة الهازاردس ماتيريال والهازاردس ويست أو الويست مانجمنت ات لارج. دي كونفنشنز كتيرة جدا بقى، في بيتعامل مع ازاي نتعامل مع هازاردس ماتيريال، المواد الخطرة، وازاي ننقلها وازاي نخزنها. والمواد الخطرة دي أنواع، يعني منها المواد السامة، ومنها المواد القابلة للاشتعال، ومنها المواد اللي بتنفجر، ومنها المواد الكوروسيف يعني اللي بتسبب تآكل، وفي كذا كاتيجوري كده. والويست طبعا عندي المنسبال ويست، وعندي الميديكال ويست مثلا بتاع الخارج من المستشفيات، وعندي كوميرشال ويست، وعندي الكترونيك ويست، ودي حاجة جديدة يعني مخلفات الكمبيوترات بقى والحاجات الإلكترونية دي نعمل فيها إيه وهي بتسبب إيه. وزي ما انتم شايفين عدة اتفاقيات انا ذاكرها لكم هنا. الانستيتيوشنال سيت اب، النظام المؤسسي بتاع كل اتفاقيه، اي اتفاقيه لازم يبقى فيها حاجه اسمها كونفرنس اوف بارتيز. كونفرنس اوف بارتيز دي تناظر مثلا الجمعيه العموميه، يعني لو انا بتكلم عن النادي الاهلي كيان كبير ليه جمعيه عموميه فيها اعضاء، وبيتعمل له مثلا جمعيه عموميه كل سنه ولا كل ما اعرفش كام، والاعضاء بيحضروا. نفس الكلام الاتفاقيه مثلا بتاعه البايو دايفرستي ليها كونفرنس اوف بارتيز، عباره عن مين اللي بيشارك فيه، كل الاعضاء بتوع الاتفاقيه، هو ده الجمعيه العموميه بتاعه الاتفاقيه، وهي دي اللي بتاخد القرارات، يتعرض عليها الخطط والقرارات اللي هتتعمل خلال السنه القادمه او السنين القادمه، وعليهم ان هم يوافقوا او يرفضوا او يعدلوا وهكذا. فيبقى لازم فيها حاجه عندي كاب او كونفرنس اوف بارتيز، عندي سكرتارية اللي بتقوم بالشغل الادمنستريتيف للاتفاقية، وعندي سبسيدري بوديز كتيرة بقى، منها ادفايزري سيرفيسز، يعني واحد بيدي ادفايزري علمية، واحد بيدي ادفايزري فعلية، واحد ادفايزري للتريننج وهكذا. وعندي كليرنج هاوسز، يعني بنزل داتا بيز مثلا لو انا بتكلم على كلايمت يبقى هنزل داتا بيز للكربون دايوكسيد اللي في الهواء وللميثان وللمعرفش مين، واندستريال داتا بيز للصناعات الملوثه، وكانتري داتا بيز لكل دوله بتطلع ايميشنز قد ايه وهكذا، ويب سايتس وما اكثرها يعني. وبعدين عندي الناشونال اكتورز اللي هم على الناشونال ليفل في كل دوله بقى، في ناشونال اثوريتي مختصه بتنفيذ هذه الاتفاقيه، زي المجلس الوطني للتغيرات المناخيه، ده خاص باتفاقيه التغيرات المناخيه. وفي حاجه تانية الفوكال بوينتس وخلافه للاتفاقيات، لكل اتفاقيه يعني. واخيرا الفاينانشال ميكانيزم، وده مهم قوي طب علشان ننفذ الالتزامات دي محتاجين حاجه تدينا فاينانس يعني، او نقدم فيها على قروض او على منح للدول اللي زينا. طبعا الدول الغنيه بتبقى هي بتسبورت ات سيلف، الكلام ده بيبقى فيه زي تراست فاندز او ديفلوبمنت اسيستنس او حاجات زي الجاف اللي هي الجلوبال انفايرمنت فاسيليتي، دي ممكن تدي فلوس للدوله في مقابل ان هي هتاخد تتبنى مشروع كبير مثلا للانرجي افشنسي، او للمحافظه على مثلا نوع كان هينقرض، او حاجات زي كده، زي الورد بانك بيدي قروض برضه وحاجات زي كده وهكذا. لما نتكلم على اتفاقية التغير المناخي، الأول هرجع بس حاجة بسيطة،
للـ Sustainable Development Goals، أهداف التنمية المستدامة. وأنا كنت حاطط لك في الصفحة الأولانية لينك اللي هي عدت علينا قبل كده، ممكن تدخل فيها وتقرأ جم منين الـ Sustainable Development Goals دول. لكن دول عبارة عن 17 جول الناس اتفقوا عليها في العالم كله، كل الدول، إن إحنا عايزين نحقق الـ 17 جول دول، عشان هوبفولي الكلام ده هو ممكن يحسن من معيشة الإنسان على سطح الكرة الأرضية، وفي الوقت نفسه يحافظ على الأرض والبيئة اللي موجودة جواها، وفي الوقت نفسه نحاول نحقق السلام والبروسبيريتي والرخاء يعني للناس كلها لو قدرنا. هتلاقي الجولز دي بتتكلم على مثلا جول نمبر 1 ده نو بوفرتي، يعني مكافحة الفقر، زيرو هانجر، الناس اللي يعني ما حدش يبقى يموت من الجوع يعني، ويبقى فيه نوع من يعني التكافل شوية ما بين الناس على سطح الكرة الأرضية، إنه ما حدش يعاني من مشاكل في الجوع، حاجة خاصة بالصحة، حاجة خاصة بالإندستريال إنوفيشنز وإزاي تخدم المجتمع والبيئة، حاجات خاصة بالبيئة تحديدا، مثلا البيئة المارين يعني الكلايمت أكشن. وجوه كل واحدة من دول، كل جول من دول، من ال 17 دول، عندي 169 تارجت المفروض إن هم يتحققوا والدول استقرت عليها بحلول عام 2030. والكلام ده هو أول أسايمنت لينا السنة دي إن شاء الله، هيبقى خاص بالـ Sustainable Development Goals. هنعمله ازاي؟ ركز معايا عشان مش عايز اعيد الكلام كتير بقى. سكشن الاول هيبقى مطلوب منك انك تعمل من كل واحد مننا ان هو يعمل لنا ريبورت بفورمات معين، يعني من 3 أو 4 صفحات ماكسيمم. والفورمات فيه مثلا ابستراكت ومقدمه ومش عارف الهدف منه ايه وعملناه ازاي ووصلنا لايه. هندي لك الفورمات دهيت على الجوجل كلاس روم يعني، بس مش ده المهم. هتغطي ايه؟ هتغطي 2 جولز من ال 17 جولز بتاع سستينبل ديفلوبمنت داو. يعني جوه الريبورت هتكتب لي حته جنرال ايه هي سستينبل ديفلوبمنت جولز دي وجت منين وتاريخها ايه. ده 1 بيج عن الهيستوري بتاع سستينبل ديفلوبمنت جولز دي كونت ازاي. وبعد كده 2 او 3 بيجز بتتكلم فيها عن التو تارجتس، التو انا اسف جولز اللي انت اخترتهم. هنختارهم ازاي بقى؟ هنختارهم كالاتي. سكشن نمبر 1، تاني اهو بقول سكشن نمبر 1، يبقى كل الطلبه اللي في سكشن نمبر 1 هيكلمونا عن ال sustainable development goal نمبر 1 بتاع البوفرتي، وبتاع نمبر 2 بتاع الهانجر. يبقى سكشن 1 كل الناس اللي فيه سواء كانوا في كوارتر كيو 1 ولا كيو 3 هيتكلموا على الجول بتاع النو بوفرتي والجول بتاع الزيرو هانجر. سكشن نمبر 2 هيتكلموا على الزيرو هانجر والجود هيلث، انا اسف، هيتكلموا على الجود هيلث والكواليتي اديوكيشن. ده سكشن نمبر 2، هيتكلموا على الجول 3 والجول 4. سكشن نمبر 3 هيتكلم على الجول 5 والجول 6. 6 ده بتاع كلين ووتر اند سانيتيشن وده يهمنا جدا. سكشن نمبر 4، سكشن 4 يعني، هيتكلم على الجول نمبر 7 والجول نمبر 8. وسكشن نمبر 5 هيتكلم على الجول رقم 9 والجول رقم 10. ادي 5 سكاشن. سكشن نمبر 6 هيتكلم على 11 و12. سكشن 7 على 13 و14، ودول طبعا محظوظين لان هم دول لب الكلام اللي بنتكلم فيه في الكورس بتاعنا. سكشن نمبر 8 هيتكلم على 15 و16. طيب سكشن 9 هيتكلم على ايه بقى؟ هيتكلم على 17 و 13. طيب سكشن 9 هيتكلم على ايه؟ يبقى سكشن 9 تاني بنقول هيتكلم على 17، كان المفروض 18، مفيش 18، هيبقى بدلها 13. يبقى سكشن 9 هيتكلم على رقم 17 ورقم 13. طب سكشن 10 هيتكلم على ايه؟ سكشن 10 هيتكلم على الجول رقم 14 والجول رقم 15، وبرضه ريليتد للكلام بتاع الكورس بتاعنا 14 و15. خلاص مفهوم؟
يبقى كل سيكشن عارف هو هيتكلم على اني تو توبكس، طب هيكتب عنهم ازاي، هيفولو الفورمات اللي هينزل لك في جوجل كلاس، 4 صفحات منهم صفحه التاريخ بتاع السستينبل ديفلوبمنت جولز دي نشات ازاي ووصلنا لايه وهم كام جول ومش عارف ايه، وبعد كده تفصيله بقى لكل تو جولز من اللي اخترناهم، هتقول ده بيهدف لايه والتارجتس بتاعته ايه والانديكيتورز بتاعته ايه ورايك الشخصي فيه. ده 4 حاجات عايزين نغطيه في كل واحد من التو جولز اللي انت واقعين في الاختيار بتاعك. هنسلم الريبورت امتى؟ الريبورت الاول بيتسلم از هارد كوبي، مش هنعمله سوفت كوبي ولا اونلاين سبمشن، هيبقى هارد كوبي. هتسلمه امتى؟ هتسلمه في ميعاد المحاضرة اللي هي هتبقى يوم الحد 15 نوفمبر. ميعاد المحاضرة اللي هي يوم الحد 15 نوفمبر. احنا في محاضرة بتاعتنا النهاردة اللي هي يوم 8، اللي بعديها هتبقى يوم قصدي بتاعتنا النهاردة يوم 1 نوفمبر، اللي بعديها يوم 8 مش هنسلم حاجة، اللي بعديها يوم 15 هيبقى تسليم الريبورتات بتاعتنا كلها. كل الناس هتبقى موجودة في الكلية يوميها، اللي عنده فيزيكال حضور هيجي فيزيكالي يسلم الريبورت بتاعه ويقعد في المدرج، اللي ما عندوش هيجي بس يسلم الريبورت ويروح خلاص. استكمالا للكلام بقى، بالنسبه للريبورتس ممكن تقدمها انديفيديوالي، يعني كل واحد لوحده، او جروب من 2، او جروب من 3، او جروب من 4، بس مش اكتر من كده. يبقى تاني ريبورت يعني يتقدم كل واحد يقدم ريبورت بنفسه، يا يعني اما 2 مع بعض او 3 مع بعض او 4 مع بعض، بس ما فيش جروبس اكتر من 4. ده بالنسبه للريبورتس. الانونسمنت الثاني اللي عايز اقوله لكم ان احنا هنبتدي السيريز اوف كويزز بالاسلوب اللي هقوله لكم دلوقتي. يوم الاحد 8 نوفمبر، يوم الاحد 8 نوفمبر هناخد اول كويز. مين اللي هياخد الكويز ده؟ الناس اللي عليها ان هي الدور عليها ان هي تحضر فيزيكالي في المدرج يوم 8 نوفمبر، هم دول بس اللي هياخدوا الكويز الاولاني، او الباقي هيعملوا ايه؟ الناس اللي عليها تحضر الحد اللي بعده اللي هو 15 نوفمبر هيبقى لهم كويز تاني يوم 15 نوفمبر، واللي بعده يوم 22 مثلا نوفمبر، الحد اللي بعده يعني، هيبقى الناس اللي عليها تحضر في الحد اللي بعده عليها كويز الثالث، والحد اللي بعده كمان الكويز الرابع. يبقى الاربع مجموعات هيمتحنوا consecutively. اول مجموعه هي اللي عليها حضور فيزيكال يوم 8 نوفمبر وهيبقى ليها اول كويز. الكويزات بتاعتنا يا جماعه لا تعتمد على حفظ ولا تعتمد على مش عارف ايه ولا الطريقه اللي انتوا بتذاكروا بيها، كل اللي بنعتمد عليه ان انت تكون قريت الكلام ده هوت او على الاقل بصيت فيه وتعرف تجيب المعلومه ازاي. الدنيا اوبن، يعني تعالى اوبن بوك باي حاجه انت عايز تيجي بيها. لو حد عنده اتصال بالنت يعني وعايز يتصل بالنت، انا مش زعلان يعني، وهو في الامتحان اي حاجه. الاسئله كلها عباره عن يعني حاجات زي صح وغلط او مالتيبل تشويس كويشنز او حاجات بتبين انت فاهم الكلام اللي بنقوله ده هوت ولا لا. فالمذاكره بتاعت الماده ده هي ما هياش المذاكره التقليديه بتاعت الهندسه، معادله وهطبق ومساله وارقام وكده هوت، لا. احنا هنا بنخاطب عقولنا، بنشوف عقولنا كبيره انف ان هي تستوعب الكون والانفايرمنت اللي حوالينا ده هوت وازاي نحافظ عليه، هو ده اللي انا بسالك فيه. فاتمنى ان شاء الله ان انتوا تعملوا كويس. وبرضه هينزل لك جدول بمواعيد الكويزز جوه الكلاس روم. هيستوري سريع كده لموضوع كلايمت تشينج ده، ابتدى ازاي؟ ان بنهايه الحرب العالميه الثانيه والتفجيرات النووية اللي أمريكا عملتها في اليابان وخلافه، وبعد كده سباق التسلح ما بين أمريكا وروسيا، أصبح فيه تخوف كبير جدا في العالم من أن يحصل مشاكل ازداد related للنيوكلير اكتيفيتيز الموجودة، وأصبح فيه ريكوجنيشن كبير أن الانفايرمنت اللي احنا عايشين فيه ابتدى يتدمر، وبالتالي لو استمرينا على كده ممكن تبقى النتائج ما هياش نتائج كويسة. وبالتالي في ديسمبر 67
في بروبوزال وصل للمطبطة بتاعة الأمم المتحدة جنرال أسامبلي بتاعها، بيقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نركز الانترست بتاع الكانتريز الأعضاء على الـ very complex problems related to the human environment، وإلا مش هنعرف نعيش على سطح الكرة الأرضية دي، أو هيجي اليوم اللي تصبح الحياة صعبة على سطح الكرة الأرضية. رد الفعل كان علامة فارقة في تاريخ الكرة الأرضية في 5 جون 1972، إن كان في الكونفرنس بتاع ستوكهولم، الـ UN Conference on the Human Environment. ليه هو علامة فارقة؟ لأن دي نقطة البداية اللي أقر فيها كل الدول المشاركة إن البيئة اللي حوالينا ابتدت تتغير، وإن في ecological و economic exploitation بيتم من الدول الصناعية وبيسبب مشاكل كبيرة جدا، وكل ده على حساب الدول اللي هي developing countries اللي معهاش فلوس، وبالتالي لازم نحل المشكلة دي from now on. الكلام ده كان سنة 72، وبالتالي اتشكل بتاع دوت اللي هو اليونت اليونايتد نيشن انفايرمنتال بروجرام، علشان يبتدي يترجم الاهداف دهيت الى في 97 انعقد اول مؤتمر عالمي علشان مناقشه التغير في المناخ بتاع سطح الكره الارضيه. وساعتها هذا المؤتمر أقر بأن في مشاكل كبيرة جدا بتحصل دلوقتي، وعلى الجفرمنتس اللي على مستوى العالم تو أدرس. والفترة اللي ما بين الثمانينات والتسعينات كان في عدد من الانتر جفرمنتال كونفرنسز اللي بيناقشوا هذه القضية، لكن كان أهم قرار طلع سنة 88 هو إنشاء ما يسمى بالانتر جفرمنتال بانل فور كلايمت تشينج، الـ IPCC. ده عبارة عن government officials أو government مش officials، يعني العلماء من دول كتيرة اجتمعوا وعملوا لجنة كبيرة جدا اسمها الـ IPCC. اللجنة دي مناط ليها كل المهام العلمية وغير ذلك فيما يخص climate change، ومناط بيها إن هي تبعت لنا الرسائل العلم توصل ليها علشان يحذر الكرة الأرضية من اللي ممكن يحصل فيها لو استمرينا في حياتنا العادية، سواء كأفراد أو كدول أو كمؤسسات أو شركات وهكذا. الـ IPCC ده اللي عمل له establishment، اللي أنشأه كان اتحاد ما بين الـ UNEP البرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والـ IMO اللي هو الـ International Meteorological Organization، هيئة الأرصاد العالمية. في سنة 1990 الـ IPCC أصدر أول assessment report، أول report طلع من مجموعة العلماء دي بيقول فيه إن في scientific evidence كبير جدا إن في global climate change بيحصل على سطح الكرة الأرضية، وإن البني آدم له يد في هذا الكلام، دي مش تغيرات ناتشر. وبعدين ابتدى بقى الـ IPCC طلع reports تانية كتيرة لحد ما وصلنا ليومنا هذا. في ديسمبر 1990 الـ UN General Assembly approved بداية negotiations على الكلايمت، والnegotiations دي في النهاية خلصت سنة 1992 اللي هي السنة اللي انعقد فيها مؤتمر ريو. ده مؤتمر الأرض في ريو، أو ريو 1992 الأرث سامت، قمة الأرض، وكان من نتائجها إن احنا هننشئ كيان جديد اسمه الـ UNFCCC إلى جانب كيانين تانيين. فهو الـ UNFCCC، الـ FCCC ده زي ما قلنا لحضراتكم أنشئ أو ابتدى سنة 92، لكن entered into force سنة 94 بعد كل الناس ما عملت signatories وعملوا يعني بقى منضمين رسميا وملتزمين بهذه المعاهدة، كان entering into force في 1994. وبعديها سنة على طول انعقد أول اجتماع للبارتيز، قلنا اللي هي الجمعية العمومية ما يناظرها يعني، للاتفاقية دهية. أول conference of parties انعقد كان سنة 95. الارتكل دي يعني السايت ده ياريت تدخلوا عليه عشان بيدلنا معلومات الـ UNFCCC دي ابتدت ازاي ومرت بإيه. أنا طبعا ما بقولش كل حاجة، أنا بديلك فكرة عامة وانت عليك انك تدور بعد كده لاستكمال هذه الفكره العامه. فبوجه عام ايه هو الـ
الاتفاقية أو إيه هي الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية. فهي في النهاية convention which provides an overall framework for governments يعني أو intergovernments بيتعاونوا مع بعض يتعاونوا مع بعض to address the climate change. كل الدول المفروض الحكومات كلها تتعاون مع بعضها لمواجهة ال changing climate اللي بيحصل دلوقتي. More specifically, it establishes objectives and principles and commitments for different groups of countries. يعني هندخل جوه الاتفاقية هنلاقي لها هدف وهنلاقي لها مبادئ وهنلاقي لها التزامات يعني على الدول الموقعة وست of institutions علشان يتم من خلالها إدارة المحاور بتاعة الاتفاقية دهي. أول حاجة الـ convention دي ومن الحاجات الكويسة اللي فيها it recognizes that ever increasing amounts of anthropogenic يعني فعل الإنسان الكميات الكثيرة الـ ever increasing واللي بتزيد سنة بعد سنة بفعل الإنسان من الـ greenhouse gases من غازات الاحتباس الحراري بتزيد وما زالت بتزيد وده بيخلي الأتموسفير ليه قدرة أكبر على امتصاص الـ infrared radiations الإشعاعات تحت الحمراء وبيرجعها تاني للأرض وبالتالي الأرض حرارتها بتزيد وهنشوف الـ physical process دي بس ده الأسبوع الجاي إن شاء الله. وبالتالي المهم إن الأرض حرارتها بتزيد واحد الأسباب الرئيسية في زيادة الحرارة دي هي الغازات الاحتباس الحراري اللي الإنسان بيطلعها للجو نتيجة لل development يعني projects وprograms اللي بيعملها على سطح الكرة الأرضية. الـ IPCC projects that global mean surface temperatures will increase by 1.4 or 1.5 يعني بيتوقع الـ IPCC في هذا الوقت إن حرارة الأرض ممكن تزيد حاجة ما بين درجة ونص لست درجات بحلول عام 2010. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا وهنعرف ليه بس الأسبوع الجاي برضه. Which is the fastest rate of change since the end of the last ice age. من حوالي 10,000 سنة لحد النهاردة ما شفناش هذا التزايد في درجات حرارة الأرض زي ما بنشوفه في آخر 20-30 سنة. IPCC also expects نتيجة لزيادة الحرارة وذوبان السلوك وخلافه إن منسوب سطح البحر ممكن يزيد ما بين 89 سنتي أو 88 سنتي بحلول عام 2100. دي كانت الاستيميتس الأولانية. لما هنيجي نتكلم في الإمباكتس هديلكوا استيميتس أحسن من كده شوية. وبالتالي إيه يعني يحصل إيه يعني سوات لما الحرارة تزيد يعني لا يحصل حاجات كتيرة قوي. المطر نفسه هيتغير كمية البخر اللي بيطلع الرطوبة اللي موجودة في الجو في حتة هيحصل فيها سيول وحتة هيحصل فيها جفاف الجليشيرز الثلاجات اللي على الأرض لما تبتدي تسيح والمية لما تسخن يبتدي يحصل لها ثيرمال اكسبانشن تتمدد كل ده يؤدي إلى سي ليفل رايز وبالتالي كل الأراضي الواطية زي الدلتا عندنا هتبقى معرضة للغرق والايلاندز اللي موجوده في المحيطات سمول ايلاندز بالذات هتبقى كلها معرضه ان هي تبقى تحت سطح البحر. الاجريكالتشرال زونز ما يعني تتجه ناحيه البولز يعني مثلا النهارده الاناناس بيطلع في الحزام الاستوائي لا انا ممكن بعد 20 سنه نعرف نزرعه في مصر مثلا فما نفرحش قوي لان ايه الفواكه بتاعتنا والخضروات اللي بنتميز بيها هتصبح بعد 20-30 سنة أوروبا تقدر تزرعها وتنافسنا. فإذا في تغيرات جذرية في الإيكونومي وتغيرات جذرية في حاجات كتيرة جدا البيلتس أوف إبيديميكس الحزام بتاع الملاريا مثلا موجود على ما بين خطين عرض معينين لو الدنيا دي اتغيرت هينمو ويتجه ناحية الشمال أكتر ويبقى في إبيديميكس جديدة هتبتدي تبان نتيجة للتغيرات المناخية. وبالتالي يبقى عندي dramatic negative impacts على الhuman health ده بالدرجة الأولى يعني الإنسان صحته هتتدهور نتيجة لحاجات كثير وإحنا ابتدينا نشوف أهو دلوقتي كورونا وقبلها إيبولا وبعدها ما عرفش مين وبعدين بنشوف موجات الطقس الحادة اللي بتتغير كل يوم بنشوف food security هيتغير economic activities ممكن مش هتبقى موجودة. تخيل منطقة زي الدلتا ولا فينيسيا كانت معتمدة على السياحة
في فينيسيا بالذات، ومش هتعرف تعتمد عليها بعد كده لأن المياه هتغطيها. يعني ممكن في مشاكل كبيرة جدا على مستوى الدول، أكتر كمان منها على مستوى الأفراد. الـ ultimate objective بتاع الـ climate convention هو إيه؟ إن أنا أقدر أوصل لـ stable conditions، يعني ما يعني عايز أوصل لـ concentration معينة من الـ greenhouse gases دي ما بتزيدش السنة اللي بعديها. يعني هي دلوقتي كل سنة بتزيد عن اللي قبليها، عايزين تدريجيا كده المنحدر دوت نبتدي نسطحه بحيث إن هو يبقى أفقي، على الأقل النتيجة سنتين ثلاثة أربعة ورا بعض ما فيهمش زيادة من الكربون أو كربون إيكوفيلنت إميشنز أو الجرين هاوس جاسز اللي بتطلع في الأتموسفير. يبقى تو ستابيلايز الجرين هاوس جاس كونسنتريشن في الأتموسفير أت أ ليفل، عند مستوى ذات وود بريفنت دينجرس أنثروبوجينيك إنترفيرنس وذ ذا كلايمت سيستم. يعني عايزين نوصله لليفل بحيث ما يبقاش منه خطورة على إن المناخ هيتغير وبالتالي يأثر في البني آدمين اللي عايشين. Such a level should be achieved within a time frame sufficient to allow for ecosystems to adapt naturally to climate change. يعني مش هنروح ما بين يوم وليلة نقفل الدنيا دي كلها، لا احنا لازم ناخد وقت علشان في حاجات كتير قوي مش هتحصل كده وقت في يوم وليلة. إلى جانب إن أنا لو قفلت كل الكربون سورسز اللي موجودة النهاردة، الكمية الكربون دايكسيد اللي في الهواء الكونسنتريشن مش هتقل بكرة، لا دي بتاخد وقت طويل لأن الريزيدنس تايم بتاعها في الجو طويل، فمش هنبتدي نشوف الإفكتس قبل عشرات السنين يعني، بس عشان نشوف هذه الإفكتس لازم نبتدي النهاردة. الريت دهوت هيبقى sufficient to allow for ecosystems، تسمح للإيكوسيستمز إن هي naturally تتوائم مع climate changes اللي موجودة ومن غير ما نأثر على الفود برودكشن، لأن لو الفود البرودكشن بتاع الأرض اتغير هيحصل مجاعات وبتاع والدنيا مش هتبقى قابلة يعني للعيش بسلام على سطح الأرض، وفي الوقت نفسه من غير ما نأثر تأثير كبير على الإيكونوميك ديفلوبمنت اللي موجود على ما بين الدول وهكذا. وزي ما هنشوف آخر حاجة دي هي سبب المشاكل اللي حصلت بعد كده، وأمريكا تخرجت من الاتفاقية مش عارف مين مش عايز ايه وبتاع. كل دليل انه مربوط بان هيبقى فيه قيود على التنمية الاقتصادية او النمو الاقتصادي بتاع الدول اللي موجودة دلوقتي. في principles كتيرة احنا نقيت لكم منهم واحد والباقي انتوا هتقروه بقى من خلال القراءات اللي انتوا هتعملوها. في principle اسمه common but differentiated responsibilities. common لكن differentiated responsibilities. ايه بقى الالتزامات المشتركة لكن تفرق من واحد للتاني والدولة للتانية؟ هذا الـ principle responds to the fundamental issue of fairness، العدالة، or to the lack therefore in terms of addressing the climate change problem. يعني العدالة يعني ايه؟ العدالة يعني industrialized countries هم اللي have contributed للـ climate change problems اللي بتحصل نتيجة للتقدم الصناعي في الدول دي، نتيجة لزيادة الإيميشنز في الدول الصناعية ابتدى المناخ يتغير. however مين اللي بيعاني منه؟ كل الناس اللي على الكرة الأرضية. طيب بما فيهم الدول الفقيرة والدول العالم الثالث ودول الديفلوبينج كونتريز اللي هي ما تسببتش في كلايمت تشينج لكن هتعاني من الآثار بتاعه، إلى جانب الدول الاندستريالايز دي اللي فيها فلوس وفيها يعني ريسورسز تقدر ان هي تحمي سكانها من المشاكل اللي جايه من كلايمت تشينج اللي سببوه، لكن الدول التانية اللي ما عندهاش فلوس حتى مش هتعرف تحمي السكان من الاثار الضاره اللي مش هم تسببوا فيها واللي تسبب فيها غيرهم. وبالتالي الريسبونسابيلتيز على الدول مختلفه، ما هياش نفس الريسبونسابيلتي في كل الدول زي بعضها. ده نفس الكلام اللي كنا بنقوله قبل كده، يعني مين المسؤول ومين يعمل ايه. وبالتالي الكونفنشن ريسبونس للموضوع دوت ان 3. الاول بتحط الماجوريتي اوف ريسبونسابيلتي لمقاومه التغيرات المناخيه على الاندستريالايزد كانتريز، لكن بتريكوجنايز كمان البورر نيشنز هاف ا رايت فور ايكونوميك ديفلوبمنت. مش معقول امنع دوله يعني ديفلوبينج دلوقتي لا اقول لها ما تعمليش مصانع كذا وكذا لان انت كده هتلوثي البيئه، طب ما اللي قبلي عمل كده عشان يتقدم، فلازم يبقى في يعني حل للمعادله دي. وبالذات الدول اللي بتنمو زي النمور الاسيويه وزي
دول زي 7 وزي البرازيل مثلا وهكذا يعني. طبعا الصين عامله مشكله كبيره جدا لان هي فيها تنمو يعني ديفلوبمنت صناعي عالي جدا، الاميشنز اللي طالعه كبيره جدا، لكن الصينيين بيقول لك احنا عددنا كبير وبالتالي لو قسمنا الاميشنز على عدد البني ادمين اللي في الصين ينفع يطلع نصيب كل واحد عدد قليل جدا اقل من امريكا. وامريكا بتقول لك انا الصين بتطلع اميشنز اكتر مني، مش معنى اللي عايزين تقولوا لي تحد من الانشطه بتاعتك يعني. هي فيها مشاكل سياسيه كتيره جدا. وبالتالي الكونفنشن دي اول ما طلعت كانت بتقسم الكانتريز الى 3 جروبس، انكس 1 جروب، انكس 2 جروب، نان انكس 1 كانتريز. وهنعرف مع بعض يعني ايه الكلام ده. طيب اول كاتيجوري اللي هي الانكس 1، انكس 1 كانتريز. مين هم الانكس 1 كانتريز؟ زي ما احنا شايفين كده انكس 1 كانتريز عباره عن 41 دولة من الدول الصناعية اللي هي الدول اللي معاها فلوس يعني وعندها تقدم، 41 industrial country، بالإضافة إلى 12 country من اللي هم بنسميهم transition economy أو economies under transition، economies under transition أو in transition، زي شرق أوروبا مثلا وهكذا. ودي الليستة بتاعت أساميهم. طب الناس دول مالهم يعني؟ الناس دول الاتفاقية بتحط عليهم كوميتمنت ان هم يقللوا من الجرين هاوس جاس اميشنز اللي خارجة منهم. الـ Annex 2 countries دول اللي هم الاندستريال كانتريز الكبيرة اللي في الاو اي سي دي اللي هي الاورجنايزيشن فور ايكونوميك كوبريشن اند ديفلوبمنت، يعني زي امريكا وكندا وبلجيكا واستراليا وإيطاليا واليابان وهكذا يعني، وروسيا، لا مش روسيا مش معاهم، وإنجلترا وأمريكا. والدول دي اتحط عليها التزام إن هي تبتدي تمول شوية الـ developing countries علشان يحاولوا يوفوا بالتزاماتهم اللي المفروض عليهم في الكونفنشن. يبقى في أنكس 1 دول عليهم التزامات يخفضوا، أنكس 2 ده جزء من الدول اللي في أنكس 1 الأكثر تقدماً، ودول إلى جانب إن عليهم التزامات يخفضوا كمان عليهم التزامات إن هم يساعدوا الدول اللي هي مش متقدمة في إن هم يحاولوا يعني يتوافقوا في أوضاعهم ويحاولوا يوفوا بالأوبليجيشنز بتاعتهم اللي فرضها عليهم الكونفنشن. طيب في حاجة اسمها نان أنكس 1 كانتريز، مين دول بقى؟ أكيد اللي فاضلين اللي هم اللي هم الـ developing countries اللي ما معهمش فلوس بس ما لهمش ذنب في اللي بيحصل. طيب الجروب دي اللي هي فيها حوالي 48 country من اللي هم known as the LCDs أو least developing countries، وعليهم إن هم يوفوا بعض الالتزامات بس يتقدم لهم فلوس ويتقدم لهم دعم فني ودعم مادي علشان يوفوا بهذه الالتزامات. دي الميكانيزمز بتاعت الكونفنشن شفناها قبل كده. وبعد كده في حاجة في النص كده اسمها كيوتو بروتوكول، وكيوتو بروتوكول ده لما اتمضى في اليابان زي ما هنشوف مش مسموح حد يدخله إلا إذا كان هو أساسا عضو في الـ FCCC Agreement. ايه الكيوتو بروتوكول؟ الكيوتو بروتوكول هو يعني امتداد او طريقه تنفيذ لل UNFCCC، بيلزم الدول ان هي تريديوس الجرين هاوس جاس ايميشنز. اتوقع في اليابان سنه 97 وانترد انتو فورس في 2005. وركز بقى الاهتمام اكتر على 6 كاتيجوريز او 6 يعني مين جرين هاوس جاسز، الكربون دايوكسيد والميثين والنيتروس اوكسايدز والهيدروفلوروكربونز HFCs والبيرفلوروكربونز والسلفر هيكسا فلورايد. مهم يعني دي كلها غازات من غازات الاحتباس الحراري اللي بتسبب زيادة في درجة حرارة الأرض، وكلها متعلقة بعمليات صناعية أولا وأخيرا. طيب البروتوكول اتطبق على مراحل. أول مرحلة First Commitment Period بدأت 2008 لحد 2012 ودخل فيها 36 كانتري من الكانتريز اللي هي
developed countries ودول صناعية كبيرة، يعني اتفقوا ان هم يقللوا الاميشنز بتاعتهم شوية يعني. والجلوبال اميشن رغم ان هم الناس دي فعلا قللوا الاميشنز بتاعتهم، الا ان الجلوبال اميشنز زادت 32% من 1990 لحد 2010. طيب بعد كده معلش هي متكررة تاني، هي even though 36 developed countries reduced their emissions، لكن ال global emissions على مستوى الأرض زاد 32%. ابتدت ال commitment period التانية في 2012 وشارك فيها 37 دولة، وكان ليهم برضو binding targets يعني أقلل نسب الكربون dioxide emissions والكربون equivalents من كذا لكذا، من الوضع الحالي اللي أقل منه كذا في المية تقريبا حسب كل كانتري. وفي ملاحظات بقى في دول زي اليابان ونيوزيلندا وروسيا من اللي هم شاركوا في الكيوتوس فيرست راوند ما شاركوش بتارجتس في السكند راوند، يعني قالوا مش هنلتزم بكوميتمنت في السكند فيلد. وكندا انسحبت من الاتفاقية أساسا من كيوتو بروتوكول 2012، واليو اس اي أمريكا رفضت تو راتيفاي الاتفاقية من أساسه. وطبعا لما جه ترامب كان في مشكلة كبيرة وانسحابه من زي ما هنشوف يعني. العلامة الثالثة اللي في السكة بتاعت كلايمت تشينج دي هي حاجة اسمها باريس أجريمنت. باريس أجريمنت دي مينلي يعني بتحاول تطبق البرنسبلز بتاعت اليو ان اف تريبل سي، وخرجت بحاجات مهمة جدا، ايشوز مهمة جدا، اهمهم ان العالم لازم في النهاية يلمت الزيادة في درجات الحرارة إلى 2 degrees 2 degrees above the pre-industrial levels، يبقى 2 degrees above the pre-industrial levels. ياريت إن احنا نقدر ننزل 1.5 degree تطبيقا للكلام اللي قاله الـ IPCC اللي هي الـ Intergovernmental Panel for Climate Change. وفي الوقت نفسه لازم نزود الـ ability بتاعت الدول ان هي تتعامل مع الاثار والامباكتس بتاعه كلايمت تشينج، وفي الوقت نفسه نوفر فاينانشال فلوز علشان الدول دي اللي ما عندوش فلوس يقدر يدخل في موضوع الكلايمت ميديجيشن، مقاومه يعني تقليل من الاسباب بتاعه الكلايمت تشينج او كلايمت ادابتيشن، يعني ازاي نتوائم مع الكلايمت تشينج اللي بيحصل ده. الاتفاقية دي entered into force في نوفمبر 2016 وكان signed في 2015 وطبقت في 2016. طيب الاتفاقية دي بتريكوايرز كل البارتيز ان هي لازم obligation على اي حد دخل في الاتفاقية دي ان هو يقدم ما يسمى بال nationally determined contributions NDCs، والـ NDCs دي اللي هي عبارة عن ريبورت كل دولة بتكتبه بتقول أنا نسب الـ emissions اللي عندي كانت كذا وقلت عن طريق كذا، والـ emissions اللي خارج من المواصلات شكله إيه، واللي خارج من الصناعة، واللي خارج من توليد الكهرباء، واللي وإيه الـ offers بتاعتي اللي أنا بذلتها كدولة علشان أقلل الـ emissions ده. هي يعني مثلا بستخدم cleaner production technologies بدل ما بحرق وقود، بقيت أستخدم renewable energy، حاجات زي كده يعني، او الاندستريال بروسيس نفسها اللي انا بستخدمها حسنت منها بحيث ان الاميشنز اللي خارجه منها تقل. وبعدين كل 5 سنين يتقدم ايه ريبورت تو اسس البروجرس دهوت. زي ما قلت لكم في اسبيكتس كتيره خاصه باريس اجريمنت 10 ولا اكتر، هقول منهم 2 ولا حاجه. اول واحده لونج تيرم تمبريتشر جول، ودي في ارتكل 2 من باريس اجريمنت دي، ان هي بتقول ان احنا لازم كل الدول تلتزم بحيث ان المجهود بتاعها يترجم الى ان في درجات الحرارة ما تزيدش اكتر من 2 degrees above the pre-industrial levels. والحاجة التانية ان احنا نعمل global peaking، يعني الزيادة في الكربون دايكسيد emissions تحاول نقللها بالتدريج لحد ما نوصل، يعني بدل ما كانت بتزيد كده هنوصل نحاول نقللها كده كده، وبعدين يبقى عندي بيكينج، يعني البيك هو جاي هنا وبعد كده ابتدي اقلل شوية.
عشان في محاولة للوصول للكلايمت نيوتراليتي، اللي هي يعني لا في كربون بيتضاف ولا في كربون يعني اللي داخل قد اللي خارج، وبالتالي هنوصل للنيوترال كونديشنز في وضع أحسن من اللي احنا فيه النهاردة. نوصل للكلام ده ازاي؟ نوصل للكلام ده في النص التاني من القرن الحالي لو ابتدينا النهاردة. لو كنا هنبتدي النهاردة يبقى ممكن نشوف الأثار بتاعة تقليل الكربون إيميشنز والأثار بتاعة محاولة الوصول لجلوبال بيكينج ونقلل عنه بعد كده. أثاره في كلايمت نيوتراليتي دي يمكن تبتدي تبان في النص التاني من القرن الحالي. الحاجة الثالثة المهمة مثلا في أرتكل 4 قصة الميتيجيشن، إن لازم أتعامل مع مسببات الكلايمت وأحاول أقللها، زي ما قلنا عن طريق الـ NDCs دي هتبقى الدليل يعني بتاع إن أنا بتعامل بجد. وكل successive NDC يعني الـ NDC اللي هيتقدم السنة دي لازم يبين إن كان فيه progress عن الـ NDC اللي اتقدم قبله من 5 سنين وهكذا. والكلام ده يمشي على الدول كلها، وفي دول عليها التزامات لكن مش هتوسع قوي في شرح التاني لان هنشرحها تاني لما نيجي نتكلم ان شاء الله في الحته بتاعه الانرجي وايه الحاجات الملزمه وايه الحاجات اللي غير ملزمه وملزمه بني اسلوب، لان دي مشكله كبيره لو هنعرف يعني ايه معناها بس كمان مثلا 5 6 محاضرات كده. كربون نيوتراليتي يعني ايه؟ يعني يبقى في بالانس ما بين الكربون اميتد والكربون الابسورب من الاتموسفير عن طريق الكربون سينكس. الكربون اميتد ده طبعا من دخان المصانع والعربيات وبتاع، والكربون سينكس دي اللي هي زي ما هنشوف يا اما فورست نباتات يا اما الاوشن ده مينلي يا اما السويل اللي بتابسورب الكربون برضو وتحوله يا اما لحاجات تانية زي الكربونيتس وكده يا اما يتحول لأورجانيك كربون وهكذا. في حاجة كمان اسمها كربون اوفسيتنج، بس انا يهمني تعرف الريموفال اوف كربون دايكسايد من الاتموسفير وستورينج ات تاني في الارض يبقى اسمه كربون سيكويستريشن. كربون سيكويستريشن يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا الميكانيزم ده زمان من الاف من ملايين السنين لما المخلوقات والشجر والحاجات دي كانت بتموت وتدفن في الارض واندر بريشر عالي، بيتحول الأورجانيك كاربون اللي جواها إلى مثلا يعني بترول ووقود وناتشورال جاس وكلام زي كده، وبعدين احنا دلوقتي باجي احرقه وارجعه تاني كاربون دايكسايد في الجو، فاحنا عايزين ناخد الكاربون دايكسايد اللي في الجو ونرجعه للكاربون الصورة بتاعت الكربون الأولانية اللي هي كانت كونتيند يعني جوا الأرض، فده بنسميه كربون سيكويستريشن. اخيرا في حاجه اسمها كربون اوفسيتنج. كربون اوفسيتنج دي يعني في محاوله لتقليل الكربون ايميشنز انا هعمل اوفست جوه السيكتور، يعني ايه؟ بدل ما بحرق وقود ما استخدم رينيوبل انرجي، او بدل ما بحط غساله بتستهلك كهرباء كتير احط غساله تانية بتستهلك كهرباء قليل وهكذا، او استخدم كلينر برودكشن تكنيكس او لو كربون تكنولوجيز، وده اللي ابتدينا نشوفه الحقيقه في الادوات الكهربائيه وخلافه، ان بيبقى عليها ستيكر دلوقتي بيبين لي اذا كانت الحاجات دي افيشنت ولا ما هياش افيشنت. السلايدز اللي جايه دي فيها اكسترا اكسبلانيشن لنفس الكلام عشان تقرا مره تانية فتفهم اكتر، بس انا مش هدخل فيها بقى ولا هتكلم تاني، او بادي من اول وبعد كده. احنا اتكلمنا طبعا على كونفنشن واحده اللي هي UNFCCC. في 2 تانيين مهمين قوي عايزك انت تقراهم من السلايدز دي، اللي هي UN كونفنشن على البايودايفرستي على التنوع الاحيائي او البيولوجي، ودي بتهدف لحمايه الحاجات اللي هي ممكن تنقرض او مهدده بالزوال يعني على سطح الكره الارضيه من ضمن الاهداف الكتيره. اما ده فمعني ب combating desertification ال United Nations Convention for Combating Desertification لمكافحة التصحر. هتقرا هنا تعرف يعني ايه تصحر وتعرف انواعه ايه. السلايدز اللي بعديها كل convention منهم ابتدت امتى ومين دخل فيها والimplementation بقى شكل.
وهكذا يعني. وادي كيوتو بروتوكول كمان فيه شوية معلومات أكتر من اللي أنا قلتها بقراها. وبعدين اتقلب بقى باريس أجريمنت اللي جاي بعده، وبرضو فيها بعض الحاجات الإضافية تقراها. وادي الكونفنشن بتاعت الباي دايفرستي بيحكي لك هنا ابتدت ازاي وأهدافها ايه، و يعني بلاش ندخل فيها قوي بس نبقى فاهمين ان دي بتتكلم عن ايه. و كارتاجينا وناجويا دول اللي هم امتداد للسي بي دي دهيت. واخيرا الكونفنشن فور كومباتينج ايه ديزرتيفيكيشن.